السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نشوف كيف اعمل كونفيجريشن للإلدار اللي تم تفعيله بالزونة الاس ام بي على الزونة الاي بي فون. طبعا زي ما شرحنا بالفيديو اللي قبل انه مجرد ما افعل الإلدار ممكن اضيف بالإكستنشن واعمل تعديلات بالإكستنشنز، وفورا راح يصير سينكرونايزيشن وتتفعل على الإلدار على الفون بوك. فهو هلأ موضوعنا هلأ كيف تفعيل هذا الفون بوك تبع الزونة الـ SMB على الزونة الـ IP فون. نفتح على الـ LDAP كمان مرة. طبعا زي ما احنا شايفين هاي النود الفون بوك نود، وهاي الباراميترز الموجودة. طيب زي ما احنا شايفين هون عندنا واحد من التليفونات اللي هو الزونتل XT08D. طبعا بالمناسبة الـ XT19G والـ XT40G كلهم نفس الطريقة من حيث configuration الـ LDAP. لما اعمل لوجن بالويب انترفيس للتليفون راح اروح على فون بوك، بعدين اختار كلاود فون بوك، وبعدين اختار المنيو اللي هي LDAP settings. طبعا راح اضيف LDAP جديد. طبعا الديسبلاي تايتل راح يكون الليبل، السيرفر ادرس اللي هو البي بي اكس اي بي ادرس اللي هو زونتل اس ام بي اي بي. بالنسبه للتي ال اس مود راح يكون LDAP authentication symbol. بالنسبه لليوزر نيم راح يكون سي ان يساوي اليوزر نيم اللي هو زي ما احنا شايفينه الكومون نيم، سي ان هي اختصار كومون نيم. تمام، سي ان يساوي ادمن، مسافه دي سي يساوي بي بي اكس، دي سي يساوي كوم زي ما احنا شايفين. بهذه الطريقه راح ينعمل اليوزر نيم الكومون نيم، والدي سي يساوي بي بي اكس، والدي سي يساوي كوم اللي احنا شايفينهم. راح يكون بعدين هذا الاسم بعدين كوم زي ما احنا شايفين. فكان بهذه الطريقة. اوكي، بالنسبة للسيرتش بيس اللي هو الفون بوك، الفون بوك نود اللي هو هذا، فراح اخده كوبي بيست تمام وبحطه بالسيرتش بيس. فالسيرتش بيس هو الفون بوك نود. بالنسبة للتليفون هنخليها تليفون نمبر، اذر، سورت، اتريبيوت، نيم، فلتر، كلهم باي ديفولت رح نخليهم هيك، والفيرجن والسيرفر بورت كل هذه الشغلات رح نخليها باي ديفولت. طبعا نركز على موضوع باسورد. الباسورد اللي هو الالداب باسورد اللي محطوط الالداب سيتنجز على بدلة الزونة الـ SMB. طبعا مجرد ما اعمل ابلاي بالتليفون لو رحنا على المنيو دايركتوري وبعدين اخترت LDAP راح الاقي الLDAP اللي اسمه BBX، ومجرد ما اضغط عليه راح يطلعوا كل الاكستنشنز بالاسامي اللي تم برمجتها على بدالة الزونة الـ SMB.